نرحب بكم إلى قناة تعليم الكهرباء من الصفر. إذا تبحثوا من أين تتعلم الكهرباء، أنت في مكان الصحيح. من خلال هذه القناة تتعلم كل شيء عن الكهرباء خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى تقديم الدرس الثاني من دورة الأردوينو. مرة لفت أو من حلقة لفت يعني اللي هي هذه التعريف على الأردوينو بكل بساطة، يعني تكلمنا على الأردوينو بشكل عام، وين نقدروا نستعملوا الأردوينو، وين نلقاو هذا الأردوينو إلى آخره. إذن في حلقة اليوم باش نبدأ يعني اللي هو الدرس الثاني من دورة الأردوينو. الآن اليوم إن شاء الله نشرحه كيفيات ربط أو توصيل برنامج الأردوينو مع أو بردة الأردوينو مع الحاسوب، لكي نقدروا من خلال هذا البرنامج يعني نبرمجوا بردة الخاصة بردة الأردوينو الخاصة بنا. اذا بدون اطاله نروحوا لجوجل كروم او جوجل الموتور دو ريشيرش جوجل بهذا الشكل، نكتبوا الاردوينو او اردوينو بهذا الشكل، عفوا يجينا هذا الموقع تاعهم او يعني السيت اوفيسيال تاعهم، نضغطوا على الاولاني كما راكم تشوفوا يجينا هذا يعني يجينا هذا الموقع تاعهم تاع يعني الاردوينو، يعني سيت اوفيسيال تاع الاردوينو. حنا نضغطوا هنا كما راكم تشوفوا السوفتوير، نروحوا تلقاو اونلاين تولز، نروحوا حنا نروحوا للداونلود يعني باش نتيليشارجيو البرنامج اردوينو كما راكم تشوفوا. نضغطوا عليه تجينا هذه الواجهه، نروحوا لهنا كما راكم تشوفوا داونلود ذو اردوينو كما راكم تشوفوا. حنا نضغطوا على ويندوز كما انا في الحاسوب تاعي كاين ويندوز 7، نضغطوا عليه تجينا هذه الواجهه، يعني يقول لكم اللي يحب يتبرع لهذا الموقع يقدر يتبرع 3 ولا 5 ولا 50 ولا اوتر مونتو ايضا، يعني تقدروا تبرعوا اكثر. حنا اذا حبينا نتيليشارجيو يعني مجانا ما علينا غير نضغطوا على جست داونلود، نضغطوا عليه كما راكم تشوفوا تجينا ديريكتومون هذه الواجهه، نضغطوا على ديماري كما راكم تشوفوا ديماري يبدا يحمل البرنامج تاعنا كما انا ديجا حملته من قبل. يعني نحبس هذا التيليشارجمون يعني هذا التحميل، ندير انولي يعني البرنامج خفيف عنده 100 ميجا، نخرجوا نروحوا كما راكم تشوفوا تجينا كما هذا الايقونه كما راكم تشوفوا اردوينو، نضغطوا عليه يعني باش نثبتوا هذا البرنامج في الحاسوب الخاص بنا، نضغطوا عليه مرتين بهذا الشكل تجينا هذا لابواد ديالوغ، نضغطوا وي كما راكم تشوفوا، نديروا اي جريد يعني نضغطوا هنا في هذا البطو، نزيدو نديرو نضغطو نيكست لهنا، نضغطو ايضا انستال كما راكم تشوفو البرنامج تاعنا بدا يسطب في الحاسوب الخاص بنا، يعني كي يخلص يعطينا الايقونه تاع الاردوينو من خلاله نقدرو نبرمجو البورده الخاصه بنا ان شاء الله. يعني طريقة التسطيب والتحميل سهلة جدا. يعني برنامج الأردوينو مليح بزاف، تقدروا ديروا مشاريع بزاف بزاف، يعني تريز انتيريسون تعلموا من خلاله، تعلموا البرمجة وتعلموا أيضا الإلكترونيات، يعني سهل الاستخدام إن شاء الله. حنا كي يوصلونا كامل يعني حوايج اللي ضمنناهم باش نبداو
الدورة تاعنا 100% كما شفتوا قبيلة، وريت لكم يعني في الحلقة الماضية وريت لكم لي كابتور يعني اللي وصلوني كامل من شركة بنغود. يعني الآن قريب يخلص تسطيب هذا البرنامج، كي يخلص تسطيب يعني يديرنا الإيقونة تاع الأردوينو في سطح المكتب الخاص بنا. ثقيل شوية الحاسوب تاعي باسكو نستعمل هذا البرنامج. إذن كما راكم تشوفوا راه خلص تسطيب، كما راكم تشوفوا نضغطوا كلوز يعني كما راكم تشوفوا، ندير اكتواليزي، نبداو نفتحوا البرنامج الخاص بنا. قبل ما نفتحوا البرنامج يعني نروحوا نوصلوا بوردة تاعنا كما راكم تشوفوا لهنا. اذا انا عندي بوردة الاردوينو ميجا كما راكم تشوفوا اللي عندكم نتوما، راني وصلته بهذا الكابل كما راكم تشوفوا، يعني التوصيل يكون بهذا الشكل. الكابل اليو اس بي نديرو في الحاسوب تاعنا كما راكم تشوفوا بهذا الشكل، تشوفوا شاعلين هاد المصابيح كما راكم تشوفوا. ايضا كما راكم تشوفوا يعطينا رقم المنفذ، سي تري امبورطون، لازم تشفوا على هذا رقم المنفذ. كما انا عندي كوم ام يعني كوم 7 يعني كوم 7 الاردوينو ميجا 2560 كما راكم تشوفوا، يعني قال لك عطانا مم النوع تاع الاردوينو. هنا ايضا كما راكم تشوفوا مكتوب ميجا 2500 كما راكم تشوفوا 2560 كما راكم تشوفوا لهنا مكتوب هنا. اذا الان نفتحوا البرنامج تاعنا بهذا الشكل. تجينا واجهة هذا البرنامج. قبل ما نديروا اي شيء نروحوا للاوتيل، كي نروحوا للاوتيل اولا لازم نروحوا نشوفوا يعني اسك نروحوا نتاكدوا يعني بورت باش لازم نضغطوا هنا يعني باش كوم سيت يعني باش نكتيفيو. كما انا عندي 2560 ميجا يعني اردوينو ميجا 2560 نضغطوا عليه باش يعني ناكدوا باللي ربطنا الاردوينو تاعنا كما راكم تشوفوا. لازم يدير هذه الشرطه في يعني تاع التيب الاردوينو تاعنا. وايضا نروحوا الان لتيب اردوينو كما راكم تشوفوا هنا دار له وحده. لازم تاكدوا ايضا الاردوينو ميجا 2560 نتوما اللي اذا عندكم مثلا اردوينو اونو لازم يكون يدير يتعلم بهذا الشكل لهنا. عفوا كما راكم تشوفوا لازم يكون لهنا، مثلا اذا عندكم اينو كما انا اردوينو ميجا 2560 كما راكم تشوفوا راه كاين هذه النقطه باللون الازرق. اذا هذه هي يعني واجهه برنامج الاردوينو، من خلاله نبعثوا البرمجه يعني نكتبوا البرنامج تاعنا في هذه الواجهه كما راكم تشوفوا هنا فوا سيت اب فوا لوب. لهنا نعرفوا البرنامج تاعنا بالمنافذ يعني نستعملوهم في البوردة تاعنا. لهنا ندخل البروغرام تاعنا يعني نعطيلو البرمجة تاعنا باش نقولو مثلا منفذ رقم 12 لازم مثلا يطفى، رقم 10 مثلا لازم يشعل الى اخره. يعني كي نخلصو كتابة البرنامج تاعنا نروحو نضغطو هنا نتأكدو باللي البرنامج اللي درناها هو صحيح، يعني يكتب لهنا كاع باللي صحيح البرنامج تاعنا.
كي يتأكدوا من البرنامج اللي درناه صحيح، نروحوا نضغطوا على هذا لافلاش لهنا، يعني باش نبعثوا البرمجة تاعنا لهنا. كما راكم تشوفوا كاين دي زيكزامبل ايضا اللي تقدروا تستعملوهم، كما راكم تشوفوا كونترول الى اخره. يعني هادو سي دي بروجي اللي تقدروا تستعملوهم في مشاريع تاعكم. ك الى هذا لقد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة، اتمنى انني وفقت في الشرح. ان شاء الله الحلقة القادمة، يعني ان شاء الله تكون غدوة، نبدأ الدرس الأول في البرمجة عفوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، للحلقة القادمة إن شاء الله.